في البداية دكتور نحب نعرف يعني ايه تجميل الأسنان؟ تجميل الأسنان بيقتصر في أكتر من حاجة، في من جمال الابتسامة في شكل الأسنان، شكل الابتسامة نفسها مع الأسنان، شكل الشفايف مع الأسنان، لون الأسنان، ترتيب الأسنان، بتفرق في الكلام ده كله. ترتيب الأسنان بنقدر إن احنا بنتحكم فيه ليه أكتر من حاجة، زي التقويم أو الفينيرز أو اللومينيرز، تفرق من حالة لحالة. لون الأسنان بنقدر برضو نتحكم فيه زي البليتشنج. شكل الابتسامة مع الشفايف مثلا، شكل الابتسامة نفسها، في مثلا بعض الناس بتيجي اللثة بتبقى باينة، اللي بنسميها جامي سمايل، جزء من اللثة بيبقى باين، ده برضو ليه حل. كل حاجة ليها حل. تمام.